لما ابتديت اقرا روايات ما وراء الطبيعه زمان، طبعا كل واحد فينا كان راسم لرفعت اسماعيل صوره في خياله وصوره خاصه جدا. والحقيقه كنت مكون الصوره دي من اكتر من شخص في حياتي، جزء من مدرس انا عارفه، جزء من حد في عيلتي. زائد ان رفعت اسماعيل مع كل اسطوره مع كل حكايه كان بيحصل عليه تغيرات سنه الكبير، الفتره اللي هو فيها كبير في السن غير وهو صغير في السن، فحتى كنت بتعامل معاه كده بديناميكيه، يعني كنت سايبه يتغير، كنت مديله خيالي، يعني بقول له اتصرف براحتك، اتشكل زي ما انت عايز، اختار المواقف اللي انت عايزها. لدرجه ان احيانا الواحد كان بيقرا القصص علشان خاطر يشوف راي رفعت اسماعيل ايه في الموقف ده، لان احنا ارتبطنا بوجهه نظره، ارتبطنا بطريقه نظره للناس وللمجتمع وللتفاصيل الصغيره. انا زي كل الناس اللي قروا ما وراء الطبيعه كنت راسم صوره بتاعتي انا لرفعت اسماعيل. وزي ما أخونا الأفندي ميرفي حط قوانين، دكتور رفعت إسماعيل برضه حط قوانينه، وأولهم إن الطبيعة ماشية بإن 1+1=2، أسباب بتؤدي لنتائج، وأي حاجة بتطلع بره المعادلة دي ما تبقاش من الطبيعة، ولا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. هي حاجة أصلا من ما وراء الطبيعة إن أنا أقدم شخصية رفعت إسماعيل، وفي حاجة ما ورائية في الموضوع إن أنا مش بس حبيت الرواية، إن أنا كمان قابلت دكتور أحمد خالد توفيق في حياتي، وكنت من المحظوظين اللي كانوا قريبين منه بشكل ما. أنا اشتغلت رئيس تحرير مجلة أطفال، وكان دكتور أحمد خالد توفيق أحد أعمدة كتاب المجلة دي. ففي يوم من الأيام وفي بداية عملي خالص، في بداية أيام الشغل، لقيت في الباب بيخبط، وانا الحقيقه كنت معرفش شكل الدكتور الا من الصوره الصغيره اللي بتبقى موجوده في الكتب دايما واحنا بنقراها. فلقيت حد بيخبط، دخل عليا، انا معرفتوش، وقال انا جاي اسال على شغل احمد خالد توفيق. فقلت له يعني بصفه ايه؟ فقال لي انا احمد خالد توفيق، بتواضع شديد. هو كان شخص متواضع جدا. فلما قعدت بقى معاه ومسكت فيه، لان انا احد معجبيه، انبهرت بقدرته على الربط ما بين فنون مختلفه وموسوعيته وثقافته، انه بيتفرج على افلام من كل حته في العالم في وقت اصلا كان الحصول على الافلام والحصول على الحاجات دي صعب. فبدات تتكون ما بيني وما بينه علاقه، ويبقى في ما بيننا لقاءات، وحتى كان مجاملا يعني كان بيقول لي انا الدكتور سامح لي بفنجان قهوه واحد في الشهر، فانا اخترت ان انا اشربه معاك يعني وكده. فطبعا دي مجامله، واكيد كان بيقولها لناس كتير، وانا مصدق ان هو اكيد يعني كان بيقولها لناس كتير، ومصدق ان هو اكيد ما كانش بيسمع كلام الدكاتره زي رفعت اسماعيل يعني بالظبط. اول بدايه علاقتي ان انا اترشح لدور رفعت اسماعيل كانت مكالمه ما بيني وبين عمرو سلامه، قال لي انا عايز اقعد معاك انا وحفظي. قعدت معاه، وانا كنت اعرف من فتره ان هم هيعملوا ما وراء الطبيعه، بس ما ربطتش ما بين القعده دي وما بين ما وراء الطبيعه. قال لي احنا يعني خلاص قربنا ان احنا نعمل ما وراء الطبيعه وهنعمله مع نتفليكس، وعايزينك تعمل رفعت اسماعيل. فكان رد فعلي ساعتها انه طب ما تدور على ممثل كويس، يعني ليه انا؟ لان انا بحب الشخصيه ونفسي احسن حد في الدنيا يعملها. فقال لي انا مؤمن ان انت تقدر تعملها، هنقرب بالشكل وطبيعتك والجانب الساخر اللي فيه. هو كان عنده وجهه نظر. ف طبعا قلقت جدا، لان هي مسؤوليه، غير ان هي مسؤوليه كمان حاجه مختلفه انا ما عملتهاش قبل كده خالص، محتاجه مني جهد ومذاكره وانها تتعمل باحترام، يعني انك تحترم الفرصه. وبدأنا التحضير. قبل طبعا ما نحضر حصل كده فترة توقف، كان في ترتيبات عندهم هم، وبعدين كلمني تاني ان احنا نعمل كاميرا تيست، ان احنا نعمل تجربة قدام الكاميرا باستخدام الكاميرا اللي هنستعملها فعلا في المسلسل، مع مدير التصوير احمد البشاري، مع يعني بجزء من الميك اب، بجزء من اللبس، بكل حاجة. وقلت جزء من كلام رفعت اسماعيل اللي موجود في المسلسل انا ما كنتش راضي عنه خالص، وكانت شخصية رفعت اسماعيل لسه ما وصلت لهاش اطلاقا، لكن هو يعني اطمن على شوية ملامح من خلالها نقدر نبدأ ان احنا نذاكر ونحضر للشخصية. ابتدينا بقى بروفات، والبروفات كانت مهمة جدا، لان عمرو سلامة بيبقى مصمم ان كل مشهد يبقى واضح جدا الممثل ايه غرضه من المشهد ده، وانه يعمل معانا لقاءات، يتكلم معانا كرفعت اسماعيل، يعني بيعمل معايا حوار كرفعت اسماعيل، ويتهمني ويكلمني عن الشخصية، وعليا ان انا ارد، علشان لازم اتبنى منطق الشخصيه في كل الاوقات، حتى لو الشخصيه شريره على فكره، حتى لو فيهم في المسلسل شخصيه شريره، فهو لازم يبقى متبني المبدا بتاعه، لازم يكون هو يعني عارف هو بيعمل كده ليه.
أنا بقول عكس اللي جوايا؟ آه، في أوقات بتبقى ساكت وأنا متأكدة أنك بتقتلنا كلنا في عقلك. ده حقيقي مش حقيقي. حصل بقى حاجات كتير جدا من التحضيرات. خدت دروس سباحة علشان خاطر في مشاهد تحت المية، بعدين خدت دروس غوص. عمرو كان شايف ان مثلا الناس زمان كان خطهم حلو، فابتديت اخد دروس خط علشان خاطر في مشاهد كتير بكتب فيها. اما الرسم فانا عشان انا برسم فرسمت الحاجات اللي كانت في المسلسل، اللي كانت في مذكرات رفعت اسماعيل، لغايه ما في بعد فتره طويله من البروفات كان فاضل ايام على التصوير، وحسيت ان عمرو كان قلقان جدا، فقعد معايا وقال لي اللي انت بتقراه انا خايف يكون يوصل للناس ان رفعت اسماعيل يبقى مكروه او يتكره. انت عامله سوداوي وما بيحبش الناس، انت فاهم الشخصيه لكن للاسف في كده حته شعره ما بين ان هو غامض او ان هو مكروه. ازاي تبقى انت مغرور بعقلك بس الناس ما تكرهكش في نفس الوقت، لان هو البطل. رفعت اسماعيل في الموسم الاول مغرور بعقله تماما، لان هو انسان ضعيف البنيه واقوى عضله فيه هي عقله، فهو طول الوقت بيمرن عضله عقله وبيستعملها، وطول الوقت يعني بيقولوا ان هو منحوس لكن هو مش منحوس، هو بتجيله اشارات من عالم تاني علشان خاطر يروح يقف على اعتاب العالم ده، يروح يوصل للباب اللي ما وراء الطبيعه. قانون رفعت رقم 55، كل الأشياء تبدو طبيعية إلى أن يقترب منها رفعت إسماعيل. هو رجل علم مؤمن بأن أي حاجة بتحصل لازم تكون قابلة للقياس، لازم تكون بتتكرر علشان خاطر نعرف نقيسها، لو مش كده فهي وهم وهي خدعة حصل لعقلك. اتكلمت أنا وعمرو عن الفرق ما بين أنك أنت تكون مغرور وفي نفس الوقت الناس تبقى قريبة منك أو بتحبك. ساعتها خفت جدا أكتر وحسيت أن أنا لسه ما وصلتش لحاجة، وسافرت فلورنس عشان أقابل أخويا الأكبر مني بعشر سنين، فنان تشكيلي، وهو هادئ الطباع جدا وكتوم جدا وله نظرة ساخرة كده لطيفة أنا بحبها، عنده ملاحظات كده على البشر عموما، بحب يتكلم مع نفسه أكتر ما يتكلم مع الآخرين. هو اجتماعي وذكي اجتماعيا بس مش اجتماعي، رغم أني المفروض بقى أبقى مسافر وسعيد وكده، بس أنا مهموم علشان أنا في حاجة مش عارف أوصل لها. لغايه ما في مره ببص لاخويا اللي هو اخويا بقاله 40 سنه، انا عندي 40 سنه دلوقتي وهو اخويا من زمان، فانا ببص له وهو ماسك السيجاره في ايده وهو مدخن شره وبيقوم من على الكرسي بصعوبه، ويعني ابتدى يعاني كده من شويه حاجات في الظهر وفي الركبه وبتاع، وبيمشي ماشيه اقل حيويه بكتير جدا مني، وبيلتفت كده وبيتكلم بهدوء. فقلت يا نهار، مش هو ده، انا هو ده اللي انا عايزه بالظبط، هو الشخص ده انا شفته طول حياتي، انا عارفه كويس جدا، انا عارف هو ممكن يتصرف ازاي في كل المواقف، هو الشكل ده، هو التصرف ده. السيجاره جزء من ايده اصلا طول الوقت، يعني هو بيرسم والسيجاره في ايده وبيكتب والسيجاره في ايده وبيعمل حاجات والسيجاره في ايديه، وصمته الطف من كلامه، فحسيت ان هو ده. فانا لقيته في اخويا الاكبر، وما قلتش لاخويا لغايه دلوقتي على فكره، هو يمكن يتفاجئ بنفسه لما يتفرج، لكن ما قلتلوش لغايه دلوقتي. لما رجعت ابتديت اصور، وبعد مجموعه ايام من التصوير سالت عمرو، قلت له عمرو انت لسه الحته اللي انت كنت قلقان منها موجوده؟ قال لي لا خالص، وكان الحمد لله سعيد وكملنا. كان طبعا في استعدادات كتير جدا علشان خاطر نوصل للشكل يعني النهائي، الجهاز العصبي بتاع الممثل او بتاعي، يعني ان هو يبقى متركب عليه رفعت اسماعيل من حيث المشيه، من حيث الحركه. في فرق كبير جدا ما بيني وما بينه ان انا عندي طاقه، انا بحرك ايدي وانا بتكلم زي ما انا بحرك ايدي دلوقتي، لكن رفعت اسماعيل لا، رفعت اسماعيل الحركه بحساب، ويتحرك ليه وصحته ما تسمحلوش بكل الحركه دي او بكل الطاقه دي، ومشيته مختلفة عن مشيتي. طبعا كان لازم أخس جدا علشان خاطر أوصل لشكله زي ما هو موصوف في الرواية وموصوف في المسلسل، ويعني وشلت شعر علشان خاطر شعري يبقى أخف من شعري دلوقتي. وكان عمرو سلامة مشكلته معايا دايما حركة إيدي أيام البروفات، وكان بيمسك لي إيدي أحيانا وخليني أتمرن أن أنا في البيت أتكلم أو أقول الحوار بتاع المسلسل من غير ما أحرك إيدي، لأن هي جزء مني فلغتها. رفعت اسماعيل وانا بذاكره
ابتديت اعمل شويه حاجات من اللي هو بيعملها، منها حاجات استمرت معايا واثرت جدا في حياتي. في عاده كانت موجوده في السيناريو وهي موجوده عند رفعت اسماعيل. رفعت اسماعيل دايما بيفكر بطريقه الخرائط الذهنيه. رفعت اسماعيل بيحط الحاجه في مركز الصفحه وبيطلع منها افكار. الزياده عن كده رفعت اسماعيل بيكتب مذكراته، كان بيكتب مذكراته في المسلسل وبيكتب احلامه كمان. فانا قررت من ايام البروفات ان انا اجرب ان انا اكتب مذكراتي انا بقى كاحمد في حياتي العاديه، علشان اتعود على العاده دي واشوف تاثيرها ايه على الشخص. فابتديت اعمل كده، فابتديت اكتب يومياتي لغايه ما دخلنا التصوير. بكتب يومياتي ولغايه النهارده انا بكتب يومياتي ومذكراتي، والموضوع ده فرق معايا جدا وبقيت متمسك بيها جدا، وبقت حاجه كده عامله زي ايه، زي العلاج. ليه دلوقتي؟ ليه بعد كل السنين رجعت تنتقم؟ هل ده معناه ان شيراز هتفضل ورانا واحد واحد؟ طب ليه ما انتقمتش مني انا اول واحد؟ الاهم من كل ده ايه اللي هيوقفها؟ واذا كان في اسطوره مفضله انا بحبها من الكتب، انا بحب اسطوره رفعت جدا. بحب اسطوره رفعت لان انا بحب رفعت اسماعيل من زمان، من قبل ما يبقى ليا بيه علاقه فنيه. وهو في الاسطوره دي قابل نفسه، وهو حتى يوميها كان بيستعد للقاء. انا فاكر في حته ما انساهاش ابدا، لما جاب جاتوه وحاجه ساقعه وبتاعه وقال لك اصل الواحد ما بيقابلش نفسه كتير، ان هو قابل نفسه، قابل رفعت التاني اللي جاي من عالم موازي، اللي عاش حياه اخرى، اتجوز هويده وجاي علشان خاطر يبدل ما بينه او يقضي عليه. فكنت بحبها جدا. علشان كان عندنا مشاهد تحت الميه وانا مش اي علاقه بالميه، يعني ما بخافش منها بس ما بعرفش اعوم ابدا، وما بعرفش اغوص، ما بعرفش اعمل اي حاجه ليها علاقه بالميه. فكان ضروري ان احنا ناخد دروس سباحه. لما خدت دروس سباحه بعد شويه قالوا لي لا انسى السباحه تماما، انت لازم تاخد دروس غطس غوص. بعدين خدت دروس غوص ببدله غوص وماسكات وبتاع، بعدين قالوا لي انسى بقى الماسكات والغوص والبتاع، انت هتشيل كل الكلام ده وهتلبس اللبس بتاع الشخصيه وهتغوص من غير اي مساعده. وده اللي نجح الموضوع، لان انا بقيت عامل زي الترابيزه. يعني انا حتى قلت لهم يا جماعه انا كائن، يعني انا ممثل بري، فاطلع امثل على البر. ولو شفت حاجه مش في مكانها، كل واحد يمثل في مكانه. يعني انا لو شفت سمكه ماشيه في مدينه نصر ازعق لها، ليه انت بتعملي ايه يا ماما هنا؟ روح انزلي في مكانك مثلي في المايه، انا امثل في البر وكل واحد في مكانه. لكن كان مطلوب مني ان انا امثل تحت المايه. فكون اني بقى يعني ما بعرفش اعمل اي حاجه، فكانوا الغواصين بيشيلوني يحطوني قدام الكاميرا تحت، وانا طبعا كاتم نفسي، مفيش حاجه اسمها بقى انظم نفسك ولا بتاع، نفسي ما سيبوش يعني، والله لما تعمل ايه نفسي معايا وما ادورش عليه، وافضل كاتم نفسي على قد ما اقدر. بس اتمرنت قبلها ان انا اقعد كاتم نفسي تحت الميه فتره طويله، وقعدنا يومين بنصور. كان في البرد، كان في فبراير، الميه كانت دافيه وكل حاجه، بس كانت يعني انا شايف الناس اول ما بطلع من الميه بلاقي الناس لابسين جواكت وكوفيات. كان يومين صعبين بس فرقوا معايا ان انا قدرت اعمل كده. الواحد بينبسط لما يحس ان هو بيقدر يعمل حاجات هو ما كانش يتوقع انه يعملها. شخصيه رفعت اسماعيل تحديدا فيها جوانب انا عمري ما جربت اروح لها كاداء تمثيلي. أولاً إحنا مثلاً ممكن يكون في بعض الحاجات الكوميدي الأداء بيكون الانفعال مثلاً بيكون صريح جداً، لما تزعل بتزعل قوي، تفرح تفرح جداً عادي يعني، لكن ما بتحتاجش قوي إنك أنت تكون في لحظة عندك شعور مركب لدرجة إنك حاسس بالذنب، بس مضطر تكذب، بس في موقف صعب، بس عايز تقول كذا. ده يعني مختلف شوية عن طبيعة التمثيل الكوميدي مثلاً، أو عن أي حاجة أنا عملتها قبل كده. أنا آسف يا أمي، آسف إني ما كنتش باجي. أنا كنت حاسس طول الوقت إن مش سامعني، ما كنتش بستحمل أشوفك كده. كنت بخاف أضحك على نفسي وأصدق إنك سامعاني عشان أستريح. المرة دي أكتر
مرة محتاجة اكتب اسم عاني فيها، لأن عمري ما كنت حاسس ان ده ايه كده. توحشتيني يا أمي. نفسي اسمع منك كلمة تدلني. ازاي اخرج من المتاهة انا فيها دي؟ الشخصية ليها ابعاد، هي بالنسبة لي لحم ودم، فاستمتعت بفكرة انك انت تمسك شخصية تحللها من كل ابعادها، بعد نفسي وبعد اجتماعي، وتاريخه كان عامل ازاي، عاش فين، شاف ايه، زي مثلا لغته الانجليزية، هو كان من المنصورة، فبقيت قاعد بتفرج على محاضرات من كلية طب من جامعة المنصورة علشان أشوف اللغة الإنجليزية اللي ممكن يتكلمها طبيب في نفس الظروف دي، وحاولت أقلد الإنجليزية دي، وابتديت أحضر لجان طبية في معهد الأورام عشان أشوف طب أمراض الدم، وأكلم الجراحين أسألهم عن الدكتور الباطني اللي هو دكتور أمراض الدم، لأن دكتور الباطني غالباً كتوم ما بيتكلمش، تقريباً شبه رفعت إسماعيل، فلا كان في اختلاف كبير جدا في مذاكرة رفعت اسماعيل عن أي شخصية تانية. قانون رفعت رقم 5، لو عقلك لعبك خده على قد عقله. لو عقلي لعبني دي حاجة مرعبة جدا. أنا عقلي مش زي رفعت اسماعيل علشان خاطر أستحمل إنه هو يلعبني. أنا لو عقلي لعبني هفرح أوي، أنا حاسس إن أنا عقلي صغير يعني مش فهقول له دي يعني صغير هو يعني مش عقلي مش كبير قوي كده، بس هاخده على قد عقلي. انا اتمنى يكون في موسم تاني من وراء الطبيعه. انا رفعت اسماعيل بيوحشني، حاسس انه ما قالش كل حاجه مقارنه بكم القصص والروايات اللي موجوده والعالم بتاعه. رفعت اسماعيل في الموسم الاول، في اخر الموسم الاول يا دوبك وقف على باب عالم اسمه ما وراء الطبيعه. يعني مفروض ان هو اتولد لما تم الأربعين، أو بمعنى آخر عقله اتولد في نهاية الموسم. فتخيل إن هو دلوقتي حالاً هو عمره زيرو، صفر، لا يتقن أي حاجة من لغة هذا العالم الجديد، وهيبتدي يدخل على العالم ده علشان يعرفنا عليه. فأتمنى إن احنا نشوفه بقى هو جوه العالم ده في موسم تاني وتالت وتاسع.